بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة لتعليم اللغة الفرنسية من خلال كتاب بيالليغ إي كومبخوندغ. كالعادة كنا قد انتهينا مع هذه الصفحات طبعا المتعلقة بهذه الأصوات أي. طبعا أودي كما قلنا بأن في حالات ممكن تنطق أي، ولكن ليس في كل الكلمات. طبعا أيضا أغ ثم أزاد، أن في الكثير من الكلمات أفعالا أو أسماء ممكن أن تعطي هذا الصوت. ثم نفس الشيء مع أطي أو أكسون غراف أس أو أس تي، أن تعطي أي، أن تعطي هذا الصوت أي. في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى هذا المقطع اللفظي يه 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 يه. طبعا هذا المقطع اللفظي يأتي في آخر الكلمة، يأتي في آخر الكلمة، إذن يعطي الصوت يه. مثلا كلمة شيان شيان، voilà c'est un chien c'est un chien comme nous le voyons sur cette image. إذن كما نراه على هذه الصورة c'est un chien، voilà c'est un chien، voici mon petit chien، ها هو كلبي الصغير، voici mon petit chien، voici mon petit chien، ها هو كلبي الصغير، il vient dans mes bras، هو يأتي في ذراعي، هو يأتي في ذراعي، المقصود أنه يأتي ليعانقني بمعنى آخر. il vient dans mes bras، عندما أفتح ذراعي هو يأتي عندي ويرتمي مثلا في ذراعي. voici mon petit chien، ها هو كلبي الصغير، chien chien ch تنطق ش ch تعطي الصوت ش chien chien chien. il vient il vient كما لاحظت il vient. طبعا عندنا هنا لو فيرب فينير، هنا ici لو فيرب فينير، عندنا هنا لو فيرب فينير فعل أتى. il vient نقول je viens tu viens il vient، ثم nous venons nous venons nous venons vous venez vous venez vous venez أنتم تأتون. ils viennent ils viennent هم يأتون، ولكن مع il المفردة نقول il vient il vient هو يأتي. il vient dans mes bras هو يأتي في ذراعي. avec lui avec lui معه avec lui معه. طبعا سنكمل الكلام، عندنا هنا فاصلة كما نلاحظ، عندنا فاصلة، إذا سنكمل الكلام. avec lui معه هو je n'ai peur de rien je n'ai peur de rien أنا لا أخاف من أي شيء. طبعا rien لا شيء، je n'ai peur ليس عندي خوف de rien من أي شيء. إذن avec lui je n'ai peur de rien rien. إذن عندنا هاد rien rien لا شيء. إذن سنرى هاد المقاطع اللفظية كما عندنا هنا. nous prenons ces syllabes on a lien 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 rien rien dien 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 sien 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 sien. طبعا هاد سي ستنطق كاس لان جاءت هنا متبوعه بهاد اي. طبعا كما راينا فيما سبق الحالات اللي تذكر فيها السي بحال اس، منها عندما تاتي متبوعه باي سيان سيان، ثم نيه نيه نيه، ثم تيان تيان تيان، فيان 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 فيان، بيان بيان، ميا 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 ميا.
إذا نعيد ليا غيا تيا ديا سيا سيا نيا تيا فيا بيا ميا ميا. Nous prenons cette phrase-là au-dessous de cette image. Mon petit chien est bien propre. Je l'aime bien. Mon petit chien est bien propre. Mon petit chien. Comme on a dit, mon petit chien. Voici mon petit chien. Ah, ou quel bisarir. Et on a mon petit chien. Quel bisarir. Est bien propre. Est bien propre. هنا عندنا اي بروبر اي بروبر هو نظيف نقول عن شيء بانه بروبر يعني انه نظيف اي بروبر انه نظيف اي بيان بروبر هو نظيف جدا اي بيان بروبر هو نظيف جدا عندنا هنا بيان بيان كما عندنا هنا بيان اي بيان بروبر اذا هو نظيف جدا Je l'aime bien. Je l'aime bien. Je l'aime bien. أنا أحبه كثيرا. طبعا عندنا هنا j'aime. Je aime. Je aime. أنا أحبه. طبعا je كما تلاحظوا je كما تلاحظوا أن منتهية بهد أ. ثم عندنا لو فيرب أيمي مبدوء بأ. أيم لو فيرب أيمي مبدوء بأ. كما تنعرفوا في اللغه الفرنسيه ملي تكون اداه ملي تكون عندنا ضمير او بعض الاحرف منتهيه بان فويال طبعا لي فويال كما ذكرنا كاين او كاين اي كاين او كاين اي كاين ايغريغ الى غير ذلك اذا هادو كلهم دي فويال اذا ملي تتلاقى واحد مع الاخر كما عندنا هنا جو انا ثم عندنا لو فيرب امي مبدوء ب ا مبدوء بإن فويال إذا طبعا سنحذف الأول ونضع أبوستروف سنضع جيم جيم جو أم سنقول جيم أنا أحب جيم بيان مون شيان أنا أحب جيدا أنا أحب جيدا كلبي جيم بيان مون بتي شيان مثلا أنا أحب كثيرا كلبي الصغير مون بتي شيان إذا طبعا حتى لا نعيد مون بتي شيان عوضنا بهاد لو جو لو ام جو لو ام أنا أحبه طبعا بنفس الغاية اللي عندنا هنا عندنا هنا طبعا لو جو لو ام عندنا لو منتهية ب أ منتهية ب أ طبعا أ أيضا سي تون فويال أ سي تون فويال طبعا لو فيرب أمي حتى هو مبدوء كما قلنا مبدوء بإن فويال اللي هي أ طبعا سنحذف أ ونضع أبوستروف إذا سنقول جو لام بيان في مكان جو لو أم بيان أنا أحبه كثيرا جو لام بيان أنا أحبه كثيرا إذا عندنا هاد لو تتعوض مون بتي شيان مون بتي شيان لأن ذكرنا هنا مون بتي شيان حتى لا نعيد تكرار حتى لا نكرر العبارة إذن مون بتي شيان إي بيان بروبر جو لام بيان كلبي الصغير نظيف جدا هو نظيف جدا جو لام بيان أنا أحبه كثيرا طبعا ثقافة الفرنسيين بالخصوص أنها تعتمد هذا الأمر هذا أنهم يربون الكلاب بشكل كبير وهذا الأمر هذا بدأ ينتقل إلى مجتمعنا وهذا الأمر طبعا كما تلاحظوا بدأت ينتقل للمجتمعات ديالنا إذن مون بتي شيان إي بيان بروبر جو لام بيان ثم عندنا يا 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 مثلا لو شيان لو شيان لو شيان ولست شيان يا لو شيان أون أ دوطخ مو كي كومبخان La syllabe « ya » par exemple « rien »« rien »« rien »« lâcher »« rien »« rien »« lâcher » Maintenant, on a dit « je ne trouve rien »« ana lam ajid »« ana lam ajid shay'an » Tout le monde a dit « tiens »«
Tiens-moi bien. Khudni jayidan. Tiens, c'est le verbe tenir. Tiens, c'est le verbe tenir. يقول لك شخص tiens, يعني خد. هنا عندنا tiens-moi. خدني كما نقول. Bien, جيدا. بحال نقول هنا شدني مزيان. شد فيا مزيان. Tiens-moi bien. ثم عندنا combien. كم يعني شحال. Combien coûte ce stylo. كم سعر هذا القلم. Combien coûte ce stylo. إذن عندنا combien. ثم عندنا il vient. هو يأتي. كما قلنا c'est le verbe venir. هذا فعل أتى. إذن كما قلنا je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. إذن عندنا هنا il vient. هو يأتي. ثم عندنا يون. نعدنا ياه نعدنا يون. En riant. يعني ضاحكا. قلنا ici le verbe rire. طبعا هاد الصيغة في اللغة الفرنسية تسمى لو جيرونديف. هذه بوحدها تسمى لو بارتيسيب بريزون. طبعا هاد لو بارتيسيب بريزون مسبوق بهاد اون احيانا يكون بدون هاد اون. طبعا تفيد التزامنية. مثلا جو مونج اون ريون. انا اكل ضاحكا. تنستعمله مع كل افعال. يستعمل بنفس الطريقه مع كل الافعال. مثلا الى خدينا لو فيرب بارلي فعل تكلم. ممكن انني اقول جو مونج اون بارلون. انا اكل متكلما اون بارلون. اذا نضيف هاد اون. إذن en parlant. هنا عندنا en riant. ممكن أنني أقول je parle en marchant. أنا أتكلم ماشيا. طبعا عندنا لو فيرب marcher سنضع له هد أنت. en parlant متكلما en parlant. إذن كما تلاحظوا بأن هد الحالة الفعلية تجي باش تفيد التزامنية. التزامن ديال واحد الفعل مع فعل آخر. أنهم تيكونوا غادين أن تيكون هاد الفعل غادي مقاد مع هاد الفعل الآخر. أنك تقوم بهاد الفعل وفي نفس الوقت تقوم بهاد الفعل. إذن نتكلموا على التزامنية. أون غيون ضاحكا. ثم فواسي أمونديون. فواسي أمونديون. إذن ها هو الشحات. طبعا نتكلم على الفيرب مونديي فعل شحت. voici un mondion. ها هو شحات. ثم une chaise pliante. اذا نتكلم عن كرسي مطوي. كرسي مطوي. نتكلم عن كرسي يطوى. طبعا نتكلم هنا على الفيرب plier. لو فيرب plier voilà. par exemple moi je plie cette feuille. انا أطوي هاد الورقة. مو جو بلي لا فوي. أنا أطوي الورقة. لو فيرب بليي. إذن إن شاز بليونت كما نقول كرسي يطوى. هنا في المؤنث نضيف أه طبعا فتنطق هاد الطي. أما في المذكر فنقول بليون. طبعا لا شاز في اللغة العربية نقول كرسي. كلمة مذكرة. لكن في اللغة الفرنسية هي كلمة مؤنثة. نقول اون شاز كما نقول كرسية. بليونت مطوية. سنضيف هاد أ وبالتالي هاد الطي ستنطق. ولكن في حالة كلمة بليون بالنسبة للمذكر ستكون عندنا هاد الطي بدون هاد أ وبالتالي هاد الطي لن تقرأ. إذا سنقول بليون مطوي. إذا نستأنف فقرة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.